تحت طريقي في معاثر الحياة. ربي أنت رفيقي عند ساعة الممات. أنت وحدك دعوت، أنت وحدك رجوت، أنت غاية المنى، أنت مصدر الهنا، أنت نار لقلبي، أنت أيضا نسيم، أنت هدي لدربي، أنت فجري الوسيم، أنت وحدك دعوت، أنت وحدك رجوت، أنت غاية المنى، أنت مصدر الهنا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله والشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أعشائي. لنندم على خطايانا أيها الإخوة، لنكون أهلا لإقامة هذه الذبيحة الإلهية. نقدم هذه الذبيحة لأجلكم جميعاً، طالبين منه تعالى، هو الإله القادر على كل شيء، أن ينتشلنا نحن وذوينا ووطننا الأردن والعالم بأسره من هذا الوباء، وطالبين منه في هذه الذبيحة نعمة الشفاء لجميع المرضى. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة، لأني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى ربنا. ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا ويبلغنا للحياة الأبدية. آمين. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كريستا ليسون، كريستا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسرة. نسبحك، نباركك، نسجد لك، نمجدك، نشكرك من أجل عظيم مجدك أيها الرب الإله الملك السماوي، الإله الآب القادر على كل شيء، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، أيها الرب الإله يا حمل الله وابن الآب، يا حامل خطايا العالم ارحمنا، يا حامل خطايا العالم اقبل تضرعنا، أيها الجالس من عن يمين الآب ارحمنا، لأنك أنت وحدك القدوس، أنت وحدك الرب، أنت وحدك العلي، يا يسوع المسيح مع الروح القدس في مجد الله الآب. آمين. لنصلي. أيها الرب مصدر كل خير، أنعم علينا نحن المبتهلين إليك بأن نفكر بإلهامك في كل ما هو قويم ومستقيم ومقدس، ونعكف بتدبيرك على مزاولته في كل حين، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي الملك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر التكوين. بعد أن أكل آدم من الشجرة ناداه الرب الإله وقال له: أين أنت؟
قال: إني سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. قال: فمن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي نهيتك أن تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ماذا فعلت؟ فقالت المرأة: الحية أغوتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: إذا صنعت هذه فأنت ملعونة من بين جميع البهائم وجميع وحش البرية، على صدرك تسلكين وترابا تأكلين طوال أيام حياتك. وأجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، فهو يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبه. كلام الرب. الشكر لله. رحمة الفادي أطيب من الحياة، رحمة الفادي أطيب من الحياة. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع إلى صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوتي تضرعي. رحمة الفادي أطيب من الحياة. إذا كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب فمن يثبت غير أن لديك الغفران لكي ما نخافك. رحمة الفادي أطيب من الحياة. ترقبت الرب، إياه ترقبت نفسي، رجوت كلامه. انتظار نفسي للرب أشد من انتظار الرقباء للصباح، أشد من انتظار الرقباء للصباح. هكذا فليكن انتظار إسرائيل للرب. رحمة الفادي أطيب من الحياة. إن عند الرب الرحمة ولديه كامل الفداء، وهو يفتدي شعبه من جميع آثامه. رحمة الفادي أطيب من الحياة. القراءة الثانية، قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. أيها الإخوة، لما كان من الروح الإيمان ما كتب فيه آمنت ولذلك تكلمت، فنحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم لديه، لأن ذلك كله من أجلكم، حتى إذا فاضت النعمة ازداد الشكر لله بازدياد عدد الشاكرين لمجد الله. ولذلك فنحن لا تفتر همتنا، فإذا كان الإنسان الظاهر فينا سائرا إلى الخراب، فالإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وإن الشدة الخفية العابرة تعد لنا قدرا عظيما من المجد الأبدي لا حد له، لأننا لا ننظر إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى، فالذي يرى إنما هو إلى حين، وأما ما لا يرى فهو للأبد. فنحن نعلم أنه إذا هدم بيتنا الأرضي وهو أشبه بالخيمة، فلنا في السماوات بيت من بناء الله لم تصنعه الأيدي. كلام الرب. الشكر لله. هللويا هللويا.
يوم يطرد سيد هذا العالم إلى الخارج. وأنا إذا رفعت من هذه الأرض جذبت إلي الناس أجمعين. هللويا هللويا هللويا. بارك الله. شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيل بشير. المجد لك يا رب المجد في ذلك الزمان جاء يسوع إلى بيته، فعاد الجمع إلى الازدحام حتى لا يستطيع أن يتناولوا طعاما. وبلغ الخبر ذويه فخرجوا ليمسكوه، لأنهم كانوا يقولون إنه ضائع الرشد. وكان الكتبة الذين نزلوا من أورشليم يقولون إن فيه بعل زابول، وإنه بسيد الشياطين يطرد الشياطين. فدعاهم وكلمهم بالأمثال قال: كيف يستطيع الشيطان أن يطرد الشيطان؟ فإذا انقسمت مملكة على نفسها فإن تلك المملكة لا تثبت. وإذا انقسم بيت على نفسه فإن ذلك البيت لا يثبت. وإذا ثار الشيطان على نفسه فانقسم لا يثبت بل ينتهي أمره. فما من أحد يستطيع أن يدخل بيت الرجل القوي وينهب أمتعته إذا لم يوثق ذلك الرجل القوي أولا، فعندئذ ينهب بيته. الحق أقول لكم إن كل شيء يغفر لبني البشر من خطيئة وتجديف مهما بلغ تجديفه. وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له أبدا، بل هو مذنب بخطيئة للأبد. ذلك بأنهم قالوا أن فيه روحا ناجسا.
وجاءت أمه وأخوته فوقفوا في خارج الدار وأرسلوا إليهما يدعوه. وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له إن أمك وإخوتك في خارج الدار يطلبونك. فأجابهم: من أمي ومن أخوتي؟ ثم جعل طرفه في الجالسين حوله وقال: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. وبلغ الخبر الدوي فخرجوا ليمسكوه. لنحاول أن نتأمل في هذا اليوم في هذه العبارة. وجاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، وهكذا ابتدأ الاضطهاد. ابتدأ ابتداء من أهله، فيوحنا الحبيب يقول في إنجيله: وكان إخوته أنفسهم لا يؤمنون به. وسمعنا في إنجيل القديس مرقس للتو: وبلغ الخبر ذوي فخرجوا ليمسكوه، فقد قيل لهم عنه أنه ضائع الرشد، أي أن أهل بيته اعتبروه مجنوناً وأعداؤه اعتبروه مجرباً يستحق الصلب. وهناك في المجمع ولأول مرة كشف السيد المسيح لأهل بلدته ومعارفه عن شخصيته، وكانت النتيجة محاولة الاغتيال الأولى، فدفعوه يقول الإنجيل إلى خارج المدينة وسقوه إلى حرف الجبل ليلقوه عنه. ومرة ثانية كشف السيد المسيح عن شخصيته، لكن هذه المرة كان بعيداً عن بلدته الأم وعن أهله وأقاربه ومعارفه. كانت مع شخص غريب، مع شخص أعمى أرجع له يسوع البصر. فلنسمع حواره مع الإنسان الذي كان أعمى. قال له يسوع: أتؤمن بابن الإنسان؟ أجاب: ومن هو سيدي؟ فقال له يسوع: لقد رأيته، هو الذي يكلمك. قال: لقد آمنت سيدي وسجد له. أهل الناصرة لم تكن لديهم الشجاعة ليركعوا ويسجدوا لابن بلدهم. ثلاثة مرات كشف يسوع عن ذاته هناك، وثلاث مرات رفضوه ولم يعرفوه ولم يتعرفوا عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يدعون معرفته. نعم، مستحيل، فهو ابن بلدهم، يعرفون من أين يأتي، بيته المتواضع، حياته الخفية. رأوه لربما يلعب وهو طفل، رأوه يمر أمامهم عشرات المرات. كان يشتغل كالجميع، يعرق كالجميع، و
وما هذا الادعاء الجديد الذي يعلنه اليوم؟ المسيح مستحيل، هذا ليس سوى النجار ابن مريم. إخوتي، لقد صنعوا لهم صورة عنه تعالى، صورة لها مواصفات الخاصة بهم، فإن أظهر الله ذاته كما يتخيلون كان ذلك مقبولا، وإلا سيرفضون كل شيء حتى ولو كان مصدره الله. كان باستطاعة أهل بلده أن يتصوروا المسيح فقط بالثياب الأرجوانية ملفوفا بالعز والعظمة والقوة والجلال. نعم، كان عليه أن يكون في نظرهم القوي الجبار المنتصر المحرر، وليس الخادم الفقير المتواضع النجار. لم يكن باستطاعتهم أن يتخيلوا كل مظاهر التواضع التي كان يتحلى ويعتز بها السيد المسيح، ولهذا رفضوا، ولهذا حاولوا اغتياله، ولهذا مر يسوع من بينهم ومضى دون أن يروا، مضى إلى منفى فلا يوجد نبي في وطنه. إخوتي، نحن أيضا غالبا ما نكون ضحية ذاك الالتباس. نتصور أننا نعرف المسيح، لكن غالبا ما نكون عاجزين عن التعرف عليه. بنينا لنا صورة عنه تعالى، فإن أظهر الله نفسه وإرادته بصورة مختلفة تذكرنا له. غالبا ما نبحث عن الله في الخارج، علما أنه حاضر في حياتنا. نتخيله في السحب، نتخيله في الغمام، ونحن نلتقي به يوميا ونتخطاه في حياتنا. نحن دوما بانتظار الأعجوبة، الشيء الفائق للعادة، مع أنه أي السيد المسيح يلبس ثوب حياتنا اليومية وببساطة في متناول يدنا. وخلاصة القول، موقفنا أننا نرفض التأنس، نرفض أن نرى الله إنسانا لابسا ثوب التواضع والبشر. إخوتي، يوم الصعود لم يهجر السيد المسيح الأرض، فاختفاؤه عن الأنظار ليس معناه هجره للإنسان. اختفاؤه معناه أنه هو موجود، لكن بطريقته الخاصة، بطريقته الخفية، بطريقة كنت جائعا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني، كنت مريضا وسجينا فلم تزوروني. إخوتي، غالبا ما نقول تشتت في صلواتي، أي أني لم أكن منتبها عندما كنت أصلي، لكن ننسى تشتتنا في طريق حياتنا، تشتتنا بحيث أننا تقابلنا مع المسيح وتقاطعنا معه وتخطينا دون أن نراه. والسبب في ذلك هو أن المسيح في واد ونحن في واد آخر. السيد المسيح يلبس ثوب الفقير، ثوب الطفل، ثوب الرفيق والخادم والعاطل عن العمل والزوج والزوجة والغريب والمظلوم. ونحن، نحن الذين نعرف كل هذه الوجوه لا نعرف أن نتعرف عليه بهم. نعم، مهما فعلتموه لإخوتي هؤلاء فلي قد فعلتموه. وهكذا يكمل المسيح بقاءه في منفى وهو في بيته. إخوتي، لنسأل أنفسنا
نحن الجالسين في بيوتنا وراء مكاتبنا، عندما يدق إنسان باب بيتنا أو يلتجئ لنا، هل نتعرف على شخص المسيح فيه لنصغي إلى رد فعلنا؟ نعم يا حضرة المدير، يا سيدي، يا معلمي، يا أبونا، يا فلان، هناك فلان من الناس يريد أن يراك، أن يكلمك. ألا يحدث أن نجيبه كالتالي؟ قل له ليس هذا هو الوقت المقابلة، قل له مشغول كثير، قل له تعبان، قل له أن يرجع مرة ثانية فعندي شغل مهم، قل له مش فاضي له. وهكذا يذهب ذاك المسكين منحنيا تحت عبء مسؤولية عائلته وفقره ودنياه ومشاكله. وهكذا نعيش الوهم من جديد، وهكذا ومرة أخرى لم نتعرف على وجه المسيح في هؤلاء البشر المساكين، وهكذا ومرة أخرى جاء المسيح ليقرع على باب بيتنا الذي أعتبره بيته، وهكذا أهل بيته لم يقبلوه ولم يتعرفوا عليه. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. نؤمن بإله واحد. آمين. رب الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص المنطي وتألم مات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي، آمين. أيها الإخوة الأحبة، لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي جمعنا بالروح القدس في إيمان واحد، كي يفيض علينا أجمعين مراحمه ونعمه السماوية. من أجل أن يهبنا الرب رؤية واضحة للخطيئة وأبعادها، وأن يرزقنا اجتنابها مدى الحياة، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يقاوم الناس الشرور الأدبية الطاغية على العالم مثلما يقاوم الشرور الطبيعية، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل المستعبدين لغرائز العنف والكره والأنانية والعناد، لكي يبدل الرب بنعمته ما في قلوبهم، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن نقف إلى جانب المسيح في مقارعة الشيطان وفي تقويض مملكته، وألا نبقى له في ذواتنا معقلا، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن تعلمنا السيدة العذراء أصول التلمذة الصحيحة للمسيح بالعمل بمشيئة الله مثل ما عملت، واجتناب ما لا يرضيه مثل ما اجتنبت، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي لأجل جلالة ملكنا عبد الله الثاني، ولأجل ولي عهده الأمين، ولأجل جميع العاملين في هذا الوطن الحبيب، كي يبارك الله أعمالهم ويسدد خطاهم ويمنحهم موفور الصحة، إلى الرب نطلب.
استجيب يا رب. لنصلي كي يبعد عنا الله هذا الوباء، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا. إلى الرب نطلب. استجيب يا رب. لحظة سكوت. هو القائل: اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. بثقة بإيمان لنطلب النعم التي نحن بحاجة إليها. إلى الرب نطلب. استجيب يا رب. ولنرفع العيون للأم البتول ونقول: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. اللهم ملجأنا وقوتنا، يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك كي ننال حقا ما طلبناه منك بثقة بالمسيح ربنا. آمين. مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا، مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا. الرب راعيا لا يعزني شيء، في طريق الخير رب يهديني. مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا، مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا. ربي أنت الطريق، ربي أنت الحق، ربي أنت الحياة، ليس لي سواك. مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا، مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا. ربي لست أهلا أن تدخل بيتي، لكن قل كلمة تحيا بها نفسي. مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا، مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا. الرب راعيا لا يعزني شيء، في طريق الخير رب يهديني. مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا، مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا. ربي أنت الطريق، ربي أنت الحق، ربي أنت الحياة، ليس لي سواك. مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا، مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا. ربي لست أهلا أن تدخل بيتي، لكن قل كلمة تحيا بها نفسي. مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا،
مثل عطش اليبس الماء هكذا نفسي إليك عطشا. صلوا أيها الإخوة إلى الله الأب القدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يدي لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة. انظر بعين العطف يا رب إلى الخدمة التي نقوم بها بين يديك، فتكون ذبيحتنا مرضية عند جلالك السامي، وتزيدنا حبا لك يوما بعد يوم بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه بولادته جدد البشرية، وبآلامه كفر عنا خطايانا، وبقيامته مهد لنا سبيل الخلود، وبصعوده إليك أيها الآب فتح لنا أبواب السماء. لذلك مع جمهور الملائكة والقديسين نسبح على الدوام بنشد المجد هاتفين: قدوس 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 الرب الإله السباوط، السماء والأرض مملؤتان بمجده، هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي. حقا إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس الدم، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك لخدمتك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيسك وبطريركنا بير باتيستا وسائر الكليروس. اذكر إخوتنا الذين ركضوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين لرحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مرحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعاليمه الإلهي نشسر فنقول:
أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشر. نجنا يا رب من جميع الشرور والأمراض والأوبئة. تعطف منح السلام والاستقرار في أيامنا. أعضدنا برحمتك واحفظنا من كل خطيئة، لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. ليمنا لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل ومنحها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك أبد الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا، وأنتم في بيوتكم تبادلوا سلام المسيح بمحبة واحترام. سلام المسيح. سلام المسيح. سلام المسيح. سلام المسيح. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم امنحنا السلام. هذا هو حمل الله، هذا هو حامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. يا رب لسم مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن كل كلمة واحدة فلتبرأ نفسي. سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع، خذني أنا منك إليك، أرسلني للجموع، كن حارسي من الضلال، كن مرشدي في كل حال، والقلب قدس وفعال يا سيدي يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب قلبي تعال امكث معي حتى تنال، هيا ففي قربي منال الخير في يسوع. إن غصت عيشي الهموم أو عندنا ستنجلي كل الغيوم من مانح السلام، الرب حصني والأمل، الرب إن قال فعل، والحب منه مكتمل، لذا أرى قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنال، هيا
إلي ففي قربي منال الخير في يسوع. رب امتلكني واهدني للخير يا منا، أدعوك فاسمع وارويني من نبيك الملان، كيما أعود من جديد أسعى وأطلب المزيد من نعمة العهد الجديد حتى أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال أمكث معي حتى تنال، هيا ففي قربي منال الخير في يسوع. لنصلي. أيدنا بقوة هذا السر الشافي يا إله الحنان والرحمة، فينقينا من جميع الرذائل، ويعيننا على السير في دير في درب الخير والصلاح بالمسيح ربنا. آمين. أجمل ما أعطانا إياه السيد المسيح على الصليب هو أمنا العذراء مريم، هذه هي أمك. في هذا اليوم نرفع العيون نحو الأم البتول، طالبين منها وبشفاعتها أن يرحمنا الله ويرحم عائلاتنا ويرحم العالم بأسره، ويبعد عنا هذا الوباء، يشفي مرضانا ويرحم موتانا. كلنا سنرتل من بيوتنا من قلوبنا ترتيلة حني علينا مريم. حني علينا مريم يا من حبها العظام، يا خير أم تشفع أنت عزى الكئيب وملجأ الغريب في ذا حما النحيب. نحن بوحدة الشقاء ناؤنا نفوز بلقاء بوجهك الوسيم في ساحة النعيم حيث الهنا مقيم. حاقت بنا جمعنا محارب، فزادت المصائب. صلي لأجلنا نشفى من ظنا ونحظى تحت ستر حمايتك. نلتجئ إليك يا والد الله القديسة، فلا تخفلي عن طلباتنا عند احتياجاتنا إليك،
لكن نجنا من جميع المخاطر على الدوام أيتها العذراء المجيدة المباركة. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. الرب معكم وبشفاعة والدة الإله. ليبارككم الله الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بفرح المسيح. الشكر لله.